وقتها أنا بدي أكون قاعدة بالتيفي روم ببيتي، حتى إذا كانت مفتوحة على باقي السالون أو منفصلة بغرفة لوحدها، بدي أفكر بعنوان رئيسي كبير هو راحتي. راحتي يعني الكنباية بدها تكون مريحة، يكون في عندي بلاد من ميلة الشرشف الصغير يلي إذا بردت بدي أتدفى فيه، يكون في عندي الكوفي تيبل حتى القهوة تبعيتي، المي، الجوس، وات ايفر. كمان بدي أفكر بالألوان يلي هي بدها تكون مريحة وبأسلوب إنارة إندايركت. هي كمان ساعدني إنه حس بهالجو من الراحة ومن الحميمية كمان مرة.